السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة ان الباتر فلاي والهاني بي واللادي باج بقوا موجودين في الداينامو، هم كانوا موجودين في جراسوبر وما زالوا موجودين، لكن الحمد لله اصبح موجودين كمان في الداينامو مع الريفت. فان شاء الله هنبدأ نشرح ازاي ان احنا نستخدمهم. ده مثال مثلا انا عملته، بدأت ان انا اشوف الادوات الموجودة في اللادي باج، فعشان استفاد من المعلومات لازم ادخل ملف الاي بي دبليو. ده ملف بنقدر نحمله بيكون فيه معلومات الطقس من المنطقة اللي انت عايز تشتغل عليها. مجرد بتقول له براوز وتبدأ تختار ملف الـ EBW. طيب اجيب ملف الـ EBW ده منين؟ سهل جدا، في موقع هحطه لك اسمه EBW map، هو تبع ladybug.tools. كل اللي انت تعمله ان انت تعمل زوم على المكان اللي انت عايزه، وليكن مثلا انت هشغل مثلا هنا مثلا. تمام، كل اللي انت تعمل عليه تعمل زوم وتختار الملف وتقول له داونلود، او تقول له كوبي لينك تو كليب بورد لو انت عايز تاخد اللينك. طيب هقول له سيف از، هنحمل الملف الظريف دوت. بنفتح اهوت هنلاقي ملف الاي بي دبليو اهوت، وهنلاقي برضو في امتدادات اخرى زي ال WEA والستيتس والرين وهكذا، في برامج بتشتغل بيهم، فهو منزلهم لك كلهم للمنطقه اللي انت اخترتها. اللي احنا هنستخدمه اللي هو الاي بي دبليو ده اللي هنحطه في قلب البرنامج، ومن خلاله هنبدا ان احنا نشغل كل الادنس اللي موجوده معانا ان شاء الله.